السلام عليكم جميعا، صباح الخير عليكم كلكم. وانا قلت استغل الوقت الجمعة الصبح قبل ما الناس تنزل تصلي اكلمكم كده عن موضوع مهم، وهو انك انت لو دخلت الدكتور العيون في العيادة وقال لك انك محتاج تحقن في عينك، اولا انا عاوز احضرك واديك معلومات انك انت تتوقع لما الدكتور يكلمك عن الحقن داخل العين تبقى عارف ايه هي الامراض او ايه هي المشاكل اللي في عينك، اللي الوارد بنسبه كبيره جدا لو حصلت لك الدكتور هيكلمك في الحقن داخل العين. اهم واحده واشهر واحده اللي هو الانتشاح الشبكي السكري اللي بيحصل في مركز الابصار نتيجه السكر، يعني انت عندك سكر وبتتابع مع دكتور العيون بدا يحصل لك ارتشاح في مركز الابصار، هيبدا الدكتور يناقشك في موضوع الحقن داخل العين. النقطه الثانيه ان لو جالك جلطه في الوريد سواء فرعي او رئيسي وحصل ناتج عنه ارتشاح في مركز الابصار هيبدا دكتور العيون يكلمك عن الحقن داخل العين. المشكله الثالثه اللي بنسبه كبيره ممكن لو حصلت لك الدكتور العيوني بيكلمك في الحقن داخل العين وهو الغشاء الدموي اللي بيحصل في مركز الابصار وبينتج عنه ارتشاح. الغشاء الدموي ده بيحصل في حالتين، لما يبقى عندك قصر نظر شديد او لما يبقى عندك سنك كبير ويبقى في زي ضعف في مركز الابصار بينتج عنه الغشاء الدموي. تلات امراض تبقى متوقع بنسبه اكتر من 90% لو حصلوا لك الدكتور العيون هيبدا يتكلم ويتناقش معاك في علاج الحقن داخل العين. الارتشاح الشبكي السكري، الارتشاح الناتج عن الجلطه في الوريد الرئيسي او في الوريد الفرعي، الارتشاح الشبكي الناتج عن الغشاء الدموي اللي بيجي في مركز الابصار نتيجه قصر النظر الشديد او التقدم في السن وضعف في مركز الابصار. طيب ايه هي الحقن، يعني ماده الحقن اللي بتتحقن جوه العين دي ايه هي انواعها وايه طريقه تشغيلها او شغلها جوه العين بتشتغل ازاي؟ احنا عندنا ثلاث انواع كبيره جدا معروفين في الطب عندنا بالنسبه لما الدكتور يكلمك في الحقن داخل العين، وهي ماده الكورتيزون، وفي المواد اللي هي بقى انا اقولها لكم بالاسم الدارج في السوق علشان انت لما تبقى كعيان جوه العياده مع الدكتور مش هيفرق معاك المسمى العلمي، هو هيفرق معاك الدكتور حقن لك كورتيزون او حقن لك افاستين او حقن لك ليوسانتس او حقن لك ماده اسمها الإليف، هو دوت اللي يفرق معاك انك انت تسمع المسميات دي كلها. الكورتيزون وهو ده كان اشهر ماده بتتحقن زمان في المشاكل دي كلها، بس احنا بدانا نقلل استخداماته الفتره دي وبنخليه لحالات معينه علشان بينتج عنه مشكلتين كبار جدا، هو ارتفاع ضغط العين وبينتج عنه الميه البيض، ودي مشكلتين يعني بيدخلوا العيان في متاهه شويه، فبنخلي تاجيل حقن الكورتيزون لحالات معينه ما بتستجيبش لبقيه الحالات. التلات انواع التانيين شبه بعض جدا في النتائج بتاعتهم، شبه بعض جدا في تاثيرهم على الارتشاح، وهم الافاستين والليوسانتس والإيليا. هنختار الافاستين، هنختار الليوسانتس، هنختار الإيليا، دوت هيبقى هنسيبه للطبيب العيون ياخد قراره اكوردنج للناحيه الماديه بتاعت العيان، اكوردنج لحاله العيان، مستوى الارتشاح شكله عامل ازاي، فهنسيب اختيار الطبيب لنوع الحقنه سواء افاستين او ليوسانتس او الإيليا على حسب الحاله بتاعت العيان. الماده دي لما بتتحقن جوه العين بتساعد في حالات الارتشاح الشبكي السكري على امتصاص الارتشاح دوت، وفي حالات الغشاء الدموي الناتج عن قصر النظر او النزيف في مركز الابصار على ان الاوعيه الدمويه اللي نتج عنها النزيف دي تموت، ما بتبقاش نشطه، فهو بيشتغل بطريقتين، في الارتشاح ان هو بيقلل الارتشاح، وفي الغشاء الدموي بيموت نفس الغشاء الدموي. فمنك انت لما يبقى عندك غشاء دموي وتحقن الحقن دي داخل العين انت بس مش بتقلل الارتشاح، انت بتموت الغشاء الدموي، ما يكبرش، ما يزيدش في تاثيره على مركز الابصار، ما يزيدش الارتشاح. في نقطه مهمه جدا في موضوع الحقن، وهو اصلا اساس الفيديو ده عليه، ان العيانين لما بيجوا لنا العياده وبنيجي نكلمهم على الحقن هو متوقع ان الحقنه دي بياخدها في عينه يشيل الغطاء من عينه يلاقي التاثير، وده مش صحيح. وفي مشكلة تانية أكتر، إنك أنت ممكن تحصل تأثير وممكن تتحسن وممكن تصل للنتيجة القوية اللي أنت شايفها، وفي الآخر يرجع تاني الارتشاح نفس ما كان موجود وتحتاج تتحقن تاني. عشان كده في بروتوكولات ودراسات وقصة كبيرة جدا، الناس في بره وجوه ومصر وفي كل العالم بدأت تتكلم إحنا نحقن قد إيه، وهل العيان بتاع السكر هيحقن زي العيان بتاع الارتشاح الناتج عن الجلطه، زي العيان اللي الارتشاح ناتج عن غشاء دموي في مركز الابصار، بتختلف.
بس الشاهد بيقول ان مفيش حاجة اسمها انا هاخد حقنة واتحسن، ومفيش حاجة اسمها انا اخدت حقنة وما اتحسنتش فمش واخد التانية. هو الفيديو كلمتين دول، هو دول الفيديو اساسه ان المعلومتين دول يوصلوا لك كعيان عندك مشكلة، والمشكلة دي سواء الثلاث مشاكل اللي كلمت عليهم، والدكتور بدأ يكلمك في الحق. مش معنى ان هو كلمك في الحق انك هتاخد حقنة واحدة وهتتحسن، ومش معنى ان هو كلمك في الحق ان واخدت حقنة وما تحسنتش ان الموضوع انتهى. ليه؟ لان البروتوكولات كتير بتتكلم اولا انك انت محتاج تاخد كذا حقنة وليها كذا طريقة. في واحد، انا واحد من الناس مثلا بدل العيان جرعة ثلاث حقنة كل شهر، وبعد كده ببدأ ادرس تأثير الجرعة دي على عين العيان شكله عامل ازاي، هل اتحسن وهل اتحسن بنسبة 100%. لو اتحسن بنسبة 100% يبقى خير وبركة، ما تحسنش بنسبة 100% بس اتحسن ببدأ اكمل الجرعة، ما تحسنش خالص نهائيا من الجرعة دي ببدأ اغير له نوع الدواء دوت، وابدأ اتكلم في نوع تاني من الحق نشوف تأثيره شكله عامل ازاي على عينيه. الشاهد ان مفيش حاجة اسمها بدام انا ما حصليش تأثير ان انا خلاص الموضوع انتهى، لا، لان اصلا قبل قرار الحقن وقبل ما يظهر موضوع الحقن داخل العين بالمواد بالانواع المختلفة اللي انا كلمتك عليها في الاول دي، كنا احنا كاطباء عيون متخصصين في الشبكة بنقف نتفرج عليك، ما كناش بنقدر نعمل حاجة، وكان التدخل الجراحي بيبقى هو الحل الوحيد اللي قدامنا، او لو ما كانش فيه تدخل جراحي ما كناش بنقدر نعمل لك حاجة. فموضوع الحقن داخل العين ده طفرة كبيرة جدا 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 في علاج امراض الشبكية. وانت كعيان لازم تبقى مهيئ معلوماتيا، يعني تبقى ثقافتك واضحه في موضوع الحقن ده، ثقافتك واضحه في الامراض اساسا اللي معروف ان هي بتتحقن فيها، ثقافتك واضحه انك انت لما تروح للدكتور والدكتور يقول لك انت محتاج حقن هتعرفه يا دكتور، هو انت لوحدك تساله دكتور هو انا محتاج حقنه واحده ولا حقنتين ولا ثلاثه. يبقى انت نفسك كعيان ثقافتك واضحه في انك انت لما تحقن الحقن بتاعتك وما تلاقيش استجابه تبقى فاهم وعارف، وقبل ما الدكتور يقول لك انك انت هتغير نوع الحقنه، مش هنقف، مش هتقرأ يعني الطريق ما وقفش خلاص انا ما حقنتش يبقى الطريق وقف، لا بالعكس، انت حقنت وما استجبتش في حقن تانية، حقنت واستجبت بنسبة 70% هنكمل لغاية ما توصل لنسبة 100%. النقطة المهمة التانية انك انت لما بتيجي تحقن يعني هو مش حقنة انسولين بتحطها في ايدك، او مش حقنة فولترين، او مش حقنة مسكن بتاخدها، دي حقنة لازم يبقى ليها تجهيزات، لازم يبقى ليها تعقيم داخل العين، لان الحقن داخل العين انا بسميه بنسبه كبيره او بشبهه بنسبة انت بتعمل عمليه داخل العين، لان ليها اثار جانبيه، ليها اثار جانبيه قليله جدا 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 نسبه حدوثها، بس ليها اثار جانبيه، يعني لازم يبقى لها تحضير كويس، اولا لازم يبقى سكرك مظبوط، ثانيا لازم يبقى المكان اللي انت بتحقن فيه تعقيمك حوالين العين يبقى متعقم كويس، قطراتك قبل الحقن تبقى متاخده، قطراتك بعد الحقن تبقى متاخده. طب انا كعيان حقنت، عشان برضه اريح الدكاتره اللي هي بتحن واثقف المريض يبقى عارف ان هو لما بيحن، اول نقطه انك انت لما مش هتحن الحقنه بتاعتك تروح البيت تشيل الغطا تلاقي التاثير راح، لا ده التاثير بياخد له من اسبوعين لثلاثه عقبال ما نبدا نشوف التاثير اكبر، ومش من جرعه واحده، من جرعه او اثنين او ثلاثه عقبال ما توصل التاثير. طيب في حاجات انا ممكن اول ما اشيل الغطا اللي بحطه في عيني وانا خارج كويس، النت رجع تاني، في حاجات كتير، في حاجات لما انت تشيل الغطا من على عينك ويوم ما تروح العمليه وتلاقيها ما تتخضش، دي حاجات طبيعيه. اولا تلاقي نقطه حمراء مكان الحقنه، ديت مكان الحقنه، وما تقلقش ما تستغربش، ممكن النقطه الحمراء دي تبقى نقطه والنقطه دي تفرش على البياض بتاع العين، تقلقش خالص، بس اتصل بالطبيب وتاكد ان ده طبيعي وهو بنسبه كبيره طبيعي. نقطه ثانيه مكان الحقن، الماده بتاعه الحقن لما بتتحقن في السائل الزجاجي ممكن تبقى عامله لك زي خيالات، دبان كتير بيتحرك قدام عينك، خيوط كتير بتتحرك قدام عينك، برده ما تقلقش. الحاجة الوحيدة اللي انت تقلق منها لما تشيل الغطاء اول ما تروح البيت بعد الحقن ان عينك تحمر جامد قوي، يبقى فيها وجع جامد قوي، النظر يقل جامد قوي، دي لازم ترجع فورا للطبيب، لان دوت بيبقى بوادر التهاب شديد جدا في العين، ولازم فورا ترجع للطبيب، ودي اخطر حاجة بعد الحقن. المتابعة اللي بعد الحقن مهمة، علشان الحقن ساعات بيرفع ضغط العين مؤقت، فلازم تراجع الطبيب على طول بعد ما تحقن عينك، علشان لو ضغط العين بتاعك عالي يقلله لك بالعلاج. فانت كمريض عرفت انك لو حقنت حقنه واحده مش هيحصل لك حاجه، لا لازم ممكن تحقن حقنه او اثنين او ثلاثه، في ناس حقنه واحده يحصل لهم حاجه، اول ما بروح البيت مش بشيل الغطاء، الله ده انا ما اتحسنتش، هي مش حقنه فولترين، بعد ساعتين ثلاثه بتاخد التاثير بتاعها، ممكن جرعه او اثنين او ثلاثه، ممكن احتاج اغير لك العلاج، نوع العلاج، نوع الحقنه، احنا قلنا انواع كتير، ممكن مره واحده ما تكفيش الحقنه ديت اغير لك النوع الثاني.
المهم ان انت كمريض تريح الطبيب، تثقف نفسك في مرضك. عندك ارتشاح شبكي سكر، خلاص انت عندك سكر وعندك ارتشاح، افتح اقرا عن عن المرض بتاعك، اقرا ان الدكتور لما قال لك ان حقن ما لكش حاجه غريبه، قال لك ان حقن، اقرا انك انت لما تحسنتش من اول حقنه او اثنين او ثلاثه ان ده مش غريب، ده طبيعي ممكن يحصل. اقرا ان انت ممكن تتحسن كويس جدا ويرجع تاني الارتشاح. اقرا الكلام ده كله هتلاقي نفسك بتتثقف كويس جدا، بتساعد الطبيب ان هو لما يلاقيك ما استجبتش واحتاج يحقنك تاني، دي مش حاجه غريبه. انك انت لما تتحسن كويس جدا 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 وفجاه بعد ما تتحسن كويس جدا يرجع الارتشاح تاني، ده طبيعي. ليه؟ لانك لسه عندك السكر. في ناس كتير جدا من اللي عندهم الارتشاح في مركز الابصار نتيجه الجلطه عندهم، في معظم الحالات اللي انا بشوفها عندهم استجابه سريعه جدا جدا للحقن، ممكن من حقنه واحده تلاقي عنده استجابه سريعه، وعنده استجابه سريعه جدا لارتجاع الارتشاح. من اكتر الناس اللي بتستجيب بسرعه جدا للحق، ومن اكتر الناس اللي بيرجع لها الارتشاح تاني. فما تستغربش، دي مش مشكله الطبيب ولا مشكلتك، دي طبيعه المرض بتاعك. لو انت مثقف نفسك وعارفها كويس جدا مش هتبقى مستغرب. يبقى انا كعيان، عشان انهي الفيديو بالمعلومه البسيطه دي، دخلت عند الدكتور العيون وكلمني في الحقن، ابقى عارف بنسبه كبيره هما ثلاث امراض، لا عندي سكر، لا عندي جلطه، لا عندي غشاء دموي في مركز الابصار. انا كعيان لو الدكتور كلمني في الحق ممكن اخد حقنه واحده او اثنين او ثلاثه. انا كعيان لو الدكتور حقن لي حقنه او اثنين او ثلاثه وما استجبتش ممكن يحتاج انه يغير نوع الحقنه دي، ما عنديش اي مشكله، انا فاهم ان ممكن ده يحصل، ما استغربش ان ممكن ده يحصل. في ناس ممكن تدنها تحن طول حياتها، في ناس ممكن تدنها تحن طول حياتها، في ناس كل شهر بيجي لنا العياده تحن، في ناس كل شهر بيجي لنا العياده تحن، مش اي مشكله خالص ان هي تيجي كل شهر تحن. هي الفكره كلها بدل بيستجيب، بدل نظره بيتحسن يبقى نحن. رسالة أخيرة، موضوع الحقن ممكن يبان سهل، بس مش كل حاجة نحن، يعني هي القضية مش حق، يعني مش مجرد ما اشوف أي جزء من أجزاء الارتشاح البسيط يبقى حق. الحقن قصة سهلة، موضوعه سهل، بس زي ما احنا عارفين الآثار الجانبية بتاعته، بتاعت الالتهاب داخل العين، يحصل لا قدر الله انفصال شبكي، حاجات بسيطة ما بتحصلش إلا فين وفين، بس حصولها مرة واحدة يكفي انك انت تراجع قرارك كطبيب عيون انت حقنت ليه. فعشان تاخد قرار انك تحقن لازم العيان يكون انديكيتد او محتاج انه يحقن. اتمنى تكون ثقافة الحقن دي وصلت لكم كعيانين، وتبقوا مريحين اطباء الشبكية لما تروحوا عندهم، وما تستغربش لما يطلب منك كذا حقنة، ما تستغربش انه يغير لك الحقنة، ده مش معناها ان الاولانية وحشة، ده معناها ان الاولانية مش انت نفسك ما تستجيبش منها. وأتمنى أكون ما صدعتكمش يوم الجمعة الصبح، ونشوفكم على خير في أقرب فرصة في فيديو سريع إن شاء الله.